كل عيلة ممكن تمرق بهيك مشاكل بالحياة، واللي مطلوب منها وبهيك أيام صعبة نقدر نخلي العيلة مع بعض البعض ونوقف جنب يلي عم يمرق بضيقة. طيب ماما حالتها كتير سيئة؟ لا تشغلي بالك يا خالو، نفسيتها تعبانة شوي. بابا، هاي الشحنة ضربت سيارتنا بالصدفة شي؟ حادثة يا ابني، حادثة عادية بتصير، شو نساوي؟ الله يحفظكن يا أولادي. الله أعلم بابا شو رح يعمل بشوفير الشاحنة. شوفير الشاحنة موجود بالمخفر ورح ينال جزاؤه، بس انتو هلأ لا تحكوا بهالقصص بين بعضكن لحتى ما تزعلوا، لأنه هلأ مو وقت تزعلوا من بعضكن. ايه؟ نحن ما بدنا نروح لعند ماما على المشفى؟ برأيي ما في داعي، وأساساً خديجة مو من النوع اللي بيتحمل يضل بالمستشفى. بس بابا، هلأ اللي ما فهمته أنا، قالوا إنه الخالة عايشة وضع أسوأ، وقالوا إنه الشحنة ضربت السيارة من جهتها. عمتي كيف خسرت بنتها لكان؟ قدرها يا زينو، بدكن تآمنوا بالقدر، ما لازم تسألي هيك أسئلة كتير، بدك تآمني. يلا قوموا عن النوم. تصبح على خير بابا. أخي خضر، شو قالت البنت هلأ؟ وأنا كمان مشغول بالي. ليش كل شي عم تسألوني يا ألي وكأنه أنا بعرف بكل شي؟ طفي هالضوية. دخيل اسمك يا ربي، الشغلات يلي ما بدي أعرفها عم تخليني أعرفها، وبعدين بتخليهم يسألوني، ما عاد فيني أتحمل. كيف وضعون؟ خديجة كتير متضايقة. وكيف بدها تكون يعني؟ لا مو هيك، الوجع والألم شي والزعل شي تاني يا خضر. عم تقول إنه وجعها كبير، بس كل هالزعل اللي عم شوفه بعيونها. لسه ما رجعت لوعيها، شو تساوي المسكينة؟ كانت طول الوقت عم تقول إن شاء الله ما يصير شي لعايشن، إن شاء الله تكون منيحة. يعني هي زعلانة على آيشن ولا زعلانة على بنتها اللي راحت؟ ما عم افهم.
مو عايشين اللي فقدت بنتها؟ يعني عايشين لو إنها هي اللي فقدت بنتها وقتها خديجة حتحس بالمسؤولية تجاه عايشين، وكأنه القدر أخذ منها بنتها لإلها. مزبوط، لو كنت أنا مكان خديجة كنت كتير رح أزعل. مشان هيك هلا هي زعلانة على عايشين وزعلانة على حالة. وقت اللي إجا صهرنا كلياتنا جواتنا سؤال، إذا كان صاير أي شي لبنت عايشين وصوص. ليش الكذب وأنا هيك فكرت؟ هلا نحن بدنا نفرح ولا نزعل؟ نحن وضعنا مثلهم. شو كنا عملنا خضر؟ شو كنا عملنا؟ كنا بعتنا عايشين على مشفى المجانين وبعتنا الصوص على السجن فورا. تعالي حبيبتي تعالي.